الرئيس السيسي يوجه تحية لكل المشاركين في الحوار الوطني ويدعو لبذل الجهود لتحليل المشكلات وإيجاد الحلول. الرئيس السيسي يؤكد بذل مصر أقصى الجهد لدفع مسار الحوار السياسي السلمي في السودان الشقيق ووقف إطلاق النار. والجيش السوداني يعلن موافقته تمديد الهدنة الحالية لمدة أسبوع ويسجل خراقات جديدة للهدنة لميليشيا الدعم السريع. إذن هي 7 صباحا في القاهرة والرابعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من القاهرة. تحياتي، أهلا بكم. وبداية هذه النشرة من فعاليات الحوار الوطني. أكد الرئيس السيسي أن دعوته للحوار الوطني التي أطلقها في إفطار الأسرة المصرية تأتي من يقين راسخ بأن الأمة المصرية تمتلك من القدرات والإمكانات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات سياسياً واقتصادياً ومجتمعياً. هذا وأشار الرئيس السيسي خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني لأن الحوار يحقق نتائج ملموسة تجاه كل القضايا. كما وجه الرئيس السيسي التحية لكل المشاركين في الحوار الوطني داعياً لبذل الجهود لتحليل المشكلات وإيجاد الحلول. بسم الله الرحمن الرحيم. الشعب المصري العظيم، السيدات والسادة، الحضور الكريم، أتوجه إليكم اليوم بتحية تقدير وإعزاز لجمعكم الكريم الذي اجتمعتم فيه من أجل أن نتحاور ونتبادل الرؤى مبتغين صالح وطننا العزيز ولرسم ملامح جمهوريتنا الجديدة التي نسعى إليها معا نحن المصريين دولة ديمقراطية حديثة ونضع للأبناء والأحفاد خارطة الطريق لمستقبل واعد مشرق يليق بهم. السيدات والسادة، إن دعوتي للحوار الوطني التي أطلقتها في إفطار الأسرة المصرية تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات سياسياً واقتصادياً ومجتمعياً، وأن مصرنا الغالية تمتلك من كفاءات العقول وصدق النوايا وإرادة العمل ما يجعلها في مقدمة الأمم والدول، وأن أحلامنا وآمالنا تفرض علينا أن نتوافق ونصطف للعمل ونجتمع على كلمة سواء، كما أن تعاظم التحديات التي تواجه الدولة المصرية على كافة الأصعدة قد عززت من إرادتي على ضرورة الحوار، والذي أتطلع لأن يكون شاملا وفاعلا وحيويا يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات. وعلى مدار عام مضى ومنذ أن دعوت إلى الحوار الوطني فقد تابعت عن كثب وباهتمام بالغ الإجراءات التحضيرية له وتهيئة الأجواء لإتمامه، مؤكدا على حضرتكم جميعا اليوم وما صرحت به من قبل بأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، بل أؤكد لكم أن حجم التنوع والاختلاف في الرؤى والأطروحات يعزز بقوة من كفاءة المخرجات التي أنتظرها من جمعكم الكريم
المتنوع الجامع لكافة مكونات المجتمع المصري، وأنني إذ أكرر تحياتي لكل المشاركين في هذه التجربة الوطنية المحترمة، فأنني أدعوكم إلى بذل الجهود لإنجاحها واقتحام المشكلات والقضايا وتحليلها وإيجاد الحلول والبدائل لها، متمنيا من الله عز وجل أن يكلل جهودنا جميعا بالنجاح والتوفيق، مؤكدا دعمي المستمر لهذا الحوار وتهيئة كل السبل لإنجاحه وتفعيل مخرجاته في إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة، وأتطلع بنفسي إلى المشاركة في مراحله النهائية. وفي النهاية أتمنى لكم النجاح والتوفيق في هذه المهمة الوطنية العظيمة، وأتوجه بالشكر والتقدير لكافة القائمين عليها وعلى تنظيمها. فمصرنا العزيزة الغالية تستحق منا أن نبذل من أجلها الجهد والعرق والدم وأن تجمعنا على حبها، فهي الغاية وهي الوسيلة دائما. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من جانبه أكد المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أمام الجلسة الافتتاحية أنه لا توجد قوى سياسية واحدة ولا نقابة مهنية لم تشارك في الحوار الوطني. لا توجد قوة سياسية واحدة ولا نقابة مهنية أو عمالية واحدة ولا جمعية أهلية واحدة ولا تيارا شبابيا أو حزبيا معلن أو غير معلن لم يشارك في الحوار داخل مصر. لا يوجد فرد واحد داخل هذه التيارات أعلن رفضه للحوار. نعم هناك أصوات فردية تتحفظ على الحوار، بعضها يشك فيه، لكن على مستوى الكيانات السياسية والاجتماعية والنقابية والمهنية الجميع يشارك في الحوار، وهذه هي أيضا المرة الأولى التي يتحقق فيها هذا. الأمر الثاني أن كل القضايا كما أشار التقرير أو الذي رأيتموه، كل القضايا مطروحة بأوزان مختلفة لكنها قضايا المجتمع، قضايا بناء الدولة، الدولة التي أسماها الرئيس السيسي الآن الدولة الديمقراطية الحديثة. وعين الديمقراطية أن نتشارك معا في اختيار بدائلنا وأن نرجحها بحسب قدرتنا على تنفيذها وبحسب وجهتها أيضا، وبالتالي لا استبعاد لأي قضية. الأمر الثالث مكمل، لا خط أحمر واحد على أي نوع من الطروحات إلا ما يقتضيه الدستور والقانون. لكل منا أن يطرح ما يريد وأن يقول ما يريد في حوار وطني يتطلع إلى ما ذكره الرئيس إلى بدائل مدروسة وملموسة. كما أعلن ضياء رشوان رفع توصيات الحوار الوطني لرئيس الجمهورية مؤكدا أن الحوار ليس مؤسسة بديلة لمؤسسات الدولة الدستورية. هذا الحوار ليس مؤسسة بديلة لمؤسسات الدولة الدستورية، هذا الحوار هو شعب يتحدث، هو ممثلي كيانات مختلفة تمثل هذا الشعب تتحدث. الحكومة مؤسسة دستورية لها احترامها ولها صلاحياتها ولها ما تقوم به من إجراءات، وطريق محاسبتها مؤسسة أخرى هي البرلمان بمجلسيه، مجلس النواب ومجلس الشيوخ. فنحن الحوار الوطني ليس بديلا وليس حتى مكملا لمؤسسات الدولة الدستورية، هو بوابة لكي يوصل لهذه المؤسسات ما يشعر به المصريون، ما يقترحوه من بدائل عبر مرورها أولا على السيد رئيس الجمهورية كما ذكر هو بنفسه أنه سترفع توصيات هذا الحوار إلى السيد رئيس الجمهورية لكي يتكرم إما بإحالتها إلى البرلمان لتقر كقانون أو مشروع قانون، أو إلى السلطات التنفيذية المختلفة لكي يتم إقرارها بشكل قرارات. وبالتالي نحن نتعاون مع المؤسسات ولسنا بديلاً أبداً لهذه المؤسسات. ومن جانبه أكد رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي أن الحوار الوطني يستهدف جميع المصريين من كل فئات المجتمع، كما أكد أن الحوار يشهد مشاركة واسعة للشباب داخل اللجان من المقررين والمقررين المساعدين، كما أكد أن مجلس الأمناء قام بعمل جلسات جماهيرية تجاوزت 100 جلسة. الحوار الوطني هو حوار يستهدف جميع المصريين، فبالتالي إحنا مستهدفين منظمات المجتمع المدني، الإعلاميين، رؤساء الجامعات والمراكز البحثية، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، رجال الدين، الشباب من القوى السياسية المختلفة وغيرهم من فئات المجتمع المصري. في بداية الحوار أعلن عن استقبال المقترحات والأوراق وطلبات المشاركة، وصل إلينا 130,000 استمارة ومقترح حتى الآن. هذا دلالة هذا الرقم أن الحوار الوطني كما قيل وبحق وبلغة اقتصادية أن عليه طلب، الحوار مطلوب. فالأهم أيضا أن جميع هذه الطلبات وجميع هذه المشاركات لم تقتصر على محافظة دون محافظة، إنما كانت من جميع محافظات الجمهورية. لما أطلقنا موضوع الحوار زي ما بدأنا وقلنا إن إحنا محتاجين نتكلم مع بعض أو نسمع بعض،
كان الهدف منها ان احنا فعلا محتاجين نسمع بعض اكتر. الظروف والتحديات اللي موجوده في العالم، في المنطقه وفي بلدنا، محتاجين ان احنا دايما على الاقل يبقى في تواصل بيننا، نقدر نبقى شايفين مع بعض. الحوار الوطني كان شامل، ما كانش في اتجاه محدد، لا نطرح كل القضايا وكل الجهات اللي عايزه تتكلم تتكلم، مش سياسي بس. ممكن نختلف بس يعني مش هيبقى، او يبقى في خلاف في الراي بس ما يبقاش اختلاف. هنستنى وهنسمع وهنكلم احبابنا في كل من اللي بيطرحوه. وجه حسام الخولي ممثل حزب مستقبل وطن التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه ورعايته للحوار الوطني، مؤكدا خلال فعاليات الجلسة الأولى للحوار الوطني أن البلاد تشهد تدشين الجمهورية الجديدة بمقومات وأسس لم تكن موجودة. تحية وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم سيادته ورعايته لهذا الحوار الوطني الذي نثمن دوره في منح الثقة للمشاركين فيه ولجميع طوائف الشعب المصري بكافة تنوعاته وأطيافه، لما له من دور هام في فتح المجال لتقارب الآراء ووجهات النظر المختلفة حول مختلف القضايا التي تشهد الرأي العام المصري خلال تلك الفترة. تحية وشكر وتقدير لمجلس أمناء الحوار الوطني على المجهود والتنظيم حتى نتمكن من إجراء حوار منطقي عملي مفيد للجمهورية الجديدة. الحقيقة اللي أنا شايفه في هذا الحوار الوطني وفي هذه القاعة المتنوعة أن هذا الحوار هو حوار القلب والعقل، حيث يجمعنا قلب واحد هو القلب المصري المحب لبلده وعقول بها أفكار مختلفة ومتنوعة، ولكنها رغم اختلافها تصب في مصلحة الوطن. قال الدكتور حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني إن القوات المسلحة لها الحق في أن يتم تأييدها وتحيتها. وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني دعا بدراوي للحفاظ على دور القوات المسلحة في حماية مصر. وقال حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري إن الحزب من أوائل الأحزاب التي سارعت إلى المشاركة في الحوار الوطني، مؤكدا أن الحزب لن يدخر جهدا لإنجاح هذا الحوار. كما أشار عمر إلى أن الحوار الوطني ركيزة مهمة من ركائز الجمهورية الجديدة للتوافق والبناء على القواسم المشتركة. إن حزب الشعب الجمهوري كان من أوائل القوى السياسية التي دعمت وسارعت للمشاركة في هذا الحوار الوطني، وحرصت على نجاحه وتحقيق أهدافه بمجرد أن دعا إليه فخامة السيد الرئيس حامل لواء مصر وصمام أمانها وحامي استقرارها. وبالنيابة عن قيادات حزب الشعب الجمهوري وكافة قواعده الشعبية في شتى ربوع مصر بمدنها وريفها وصعيدها، نؤكد على أننا لن ندخر جهدا لإنجاح هذا الحوار، ونعاهد الله ونعاهد السيد الرئيس والشعب المصري أن نقدم وبكل إخلاص أقصى درجات التعاون، وأن نتحلى بقدر كبير من إنكار الذات، وأن نبتعد عن المغالبة والمصالح الخاصة، وأن نعلي من شأن الوطن والمصلحة العامة بغض النظر عن المنافسة الحزبية والأيديولوجية. إن حزب الشعب الجمهوري يتطلع إلى هذا الحوار الوطني ونتائجه التي ستكون بمثابة ركيزة هامة تضاف إلى ركائز بناء الجمهورية الجديدة التي بدأ مسيرتها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
قدم عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني. وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني أكد موسى أن هناك نقاط إيجابية يجب البناء عليها، من أهمها معالجة مشكلة العشوائيات وكذلك تجديد الخطاب الديني. دعوني أذكر بعض النقاط المضيئة الأساسية في مسيرة هذا البلد كما أراها. نعم، هناك مسارات وجسور تبنى، هناك معالجة لوضع العشوائيات، ولكن يقدر العلم بأن العشوائيات ليست في القاهرة فقط، إن في كل قرية من قرى مصر عشوائيات، وكل مدينة ومركز في محافظات مصر يعاني من العشوائيات. هذا أمر خطير ويجب أن يكون في صدر ما يهتم به هذا الحوار، العشوائيات على مستوى الدولة كلها لا بد من التعامل معها. منها عشوائيات القبح والاعتداء على جمال المدن، وهما يجب أن يتوقف. إن جمال المدن والقرى من حسن إدارة الأمة. ثانيا، نجح العهد ورئيسه في إبعاد خطر الخلط المخيف بين السياسة والدين، ليكون الطريق ممهدا نحو الحكم المدني الذي أكده الدستور ونص عليه. ثالثا، نجح العهد كذلك في طرح تجديد التفكير الديني كي يعلو الدين الحنيف بعيدا عن أهواء السياسة ومطباتها، وبعيدا عن التطرف ودمويته. وفي هذا أشير إلى التطور التاريخي الجريء في هذا المجال والذي يتم في المملكة العربية السعودية حاليا. كذلك أود أن أشير إلى مبادرة هامة قدمها الإمام الأكبر شيخ الأزهر منذ حوالي 3 شهور بعد لقائه مع بابا الفاتيكان في هذا العمل المشترك بين الأزهر والكنيسة الكاثوليكية لبناء تفاهم على المستوى العالمي. تقدم شيخ الأزهر بمبادرة قال فيها إن الوقت حان لحوار سني شيعي تحت عباءة الأزهر حتى نقضي على تلك الفجوة التي لعبت فيها شياطين الإنس والجن ولا تزال. إذن نحن أمام مبادرتين هامتين رئيسيتين تعملان على تجديد الفكر والممارسة الدينية، ولكن يجب أن نعطي الحق لصاحب الحق في هذا. لقد كان أول من أثار تجديد الفكر الديني هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبناء عليه فالأمور تتحرك سواء هنا أو هناك. ثم رابعا، أعلت الدولة الحكومة الرئيس قيم المواطنة وأنه لا تفرقة بين مواطن وآخر لسبب الجنس أو الدين أو اللون أو المكان الجغرافي كما نص الدستور، وهذا تقدم عظيم لا شك فيه. خامسا، تأهيل سيناء وفتحها للمواطنين للعيش فيها والتحرك الحر منها وإليها مع الحفاظ على طابعها الخاص وعلى أماكنها المقدسة مثل الوادي المقدس طوى.
ومسار السيدة مريم ووليدها المسيح عليه السلام في زيارتها لمصر ثم في عودتها إلى فلسطين. وسادساً أعطى الفرصة للمجددين في مجالات عدة أشير فيها هنا إلى مجال التعليم، وهو نهج مهم أن تعطى الفرصة للمبادرين للمفكرين ليطرحوا وربما أيضاً لينفذوا خططاً تعالج مشاكل أساسية في مصر. أقول هذا نهج مهم بصرف النظر عن نتائجه المؤقتة أو الأولية. ثم سابعاً وليس أخيراً، تقدم بالمرأة المصرية إلى الصفوف الأولى تطبيقاً للدستور الذي نص على أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما أعطى للشباب دورة في جنبات الحكم، وصار الكثير من الشباب يجلس على رأس مؤسسات هامة وصناديق ومصالح وطنية كبيرة، وهو تقدم اجتماعي لا شك فيه. كانت فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني قد انعقدت بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي وكذا الشخصيات العامة والخبراء، بالإضافة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. تتضمن الفعاليات جلسات نقاشية يشارك بها كل فئات الشعب المصري على طاولة واحدة لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري، وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة. استعرضت الحلقة النقاشية الأولى للجلسة الافتتاحية للحوار الوطني عدداً من الملفات المهمة، وناقشت الجلسة مجموعة من الأولويات للدولة والمواطن المصري، من بينها العمل على إيجاد الوسائل الفعالة لتحقيق تلك الأولويات، بالإضافة إلى التوافق على إعطاء المحور الاقتصادي أولوية. كما ناقشت الجلسة قضيتي الأسرة والزيادة السكانية، وأكد المشاركون بالجلسة أن الحوار الوطني مرتبط بالمواطن المصري ولا يوجد أي اتجاه بعينه يسيطر على الحوار. أشاد عدد من ممثلي الأحزاب والمشاركين في فعاليات اليوم الأول للحوار الوطني بأهمية انعقاد الحوار، ومؤكدين أن الحوار قادر على استيعاب كل وجهات النظر لضمان شمولية تناول القضايا.
كما انعقدت الجلسة النقاشية الثانية من الجلسة الافتتاحية الأولى بالحوار الوطني بعنوان استعداد الأحزاب للمشاركة في الحوار بمشاركة من ممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية. وخلال الجلسة أعلن المشاركون عن الأولويات والقضايا التي دفعتهم للمشاركة في الحوار الوطني، وهذا وعربوا أيضا عن تطلعاتهم للوصول إلى توافق يؤدي إلى نتائج إيجابية في المحاور السياسية والاجتماعية والاقتصادية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي بذل مصر أقصى الجهد لدفع مسار الحوار السياسي السلمي في السودان الشقيق ووقف إطلاق النار وكذا حماية المدنيين من التداعيات الإنسانية للنزاع. جاء ذلك خلال استقباله وفدا رفيع المستوى من مجلس النواب الأمريكي برئاسة كيفن مكارثي رئيس المجلس. وفي اجتماع آخر مع وزير الدفاع اليمني أكد الرئيس السيسي دعم مصر الأخوي الكامل لليمن ومساندة الجهود الرامية للتوصل لحل سياسي للأزمة بما يحقق مصالح الشعب اليمني الشقيق على مختلف الأصعدة ويساعده على تجاوز كل التحديات وصولا إلى استعادة الأمن والاستقرار والشروع في مسار التنمية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا رفيع المستوى من مجلس النواب الأمريكي برئاسة السيد كيفن ماكارثي رئيس المجلس وعضوية عدد من رؤساء وأعضاء اللجان من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، من بينها لجان الشؤون الخارجية والقوات المسلحة والأمن السيبراني والبنية التحتية والموارد الطبيعية والاعتمادات. شارك في اللقاء من الجانب المصري المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والسيد سامح شكري وزير الخارجية. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد عمق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة وما يجمع بينهما من روابط وعلاقات تعاون وثيقة ومتشعبة، حيث أكد السيد الرئيس الأهمية التي توليها مصر للتواصل مع قيادات الكونغرس الأمريكي في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات، لا سيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة وما يفرزه من تحديات متصاعدة، بالإضافة إلى الأوضاع الدولية الراهنة التي خلفت أزمات في الطاقة والغذاء والتمويل طال تأثيرها السلبي العديد من دول العالم. وفي ذلك الإطار أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي تقدير بلاده الكبير لمصر ودورها المحوري في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط وحرص الولايات المتحدة على مواصلة تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين والارتقاء بها على شتى الأصعدة وفي مختلف المجالات. كشف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد أيضاً التباحث حول سبل استعادة وترسيخ السلم والأمن على المستوى الدولي والتعامل مع التطورات ذات الصلة إلى جانب المستجدات على الساحة الإقليمية وما تمر به المنطقة من أزمات، لا سيما فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في السودان. وفي ذلك السياق أكد السيد الرئيس أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة بما يحافظ على وحدة الدول ويصون مقدرات شعوبها ويمنع الانزلاق نحو الفوضى والدمار، مؤكداً بذل مصر أقصى الجهد لدفع مسار الحوار السياسي السلمي في السودان الشقيق ووقف إطلاق النار وحماية المدنيين من التداعيات الإنسانية للنزاع. كما تطرق اللقاء إلى القضية الفلسطينية حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر الثابت في هذا الخصوص بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة بما يفتح آفاقاً جديدة للتعايش السلمي والتنمية والازدهار لجميع شعوب المنطقة. وأعرب السيد ماكارثي عن تثمين الإدارة الأمريكية للجهود المصرية الإيجابية في هذا الصدد مشيراً إلى دور مصر الفاعل في الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني والدفع نحو تنشيط عملية السلام. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق الركن محسن الدعري وزير دفاع الجمهورية اليمنية بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وسفير اليمن بالقاهرة. أكد السيد الرئيس خلال اللقاء
دعم مصر الأخوي الكامل لليمن ومساندة الجهود الرامية للتوصل لحل سياسي للأزمة بما يحقق مصالح الشعب اليمني الشقيق على مختلف الأصعدة ويساعده على تجاوز كافة التحديات وصولاً إلى استعادة الأمن والاستقرار والشروع في مسار التنمية. من جانبه أكد وزير الدفاع اليمني التقدير الكبير للعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين والجهود المصرية الداعمة لاستقرار اليمن، معرباً عن التطلع لتعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك في إطار دور مصر المحوري لدفع التضامن والتكامل العربي. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تحديد سعر ضمان لتوريد القطن لهذا العام، بحيث يكون السعر 5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة و 4500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة. وأكد مجلس الوزراء أن هذا السعر سيمثل الحد الأدنى الذي لن يقل عنه سعر التوريد، على أن يكون الاستلام في حينه بسعر المنظومة إن زاد عن سعر الضمان. وأضاف أن الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تلتزم بتنفيذ ذلك. يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المصرية وحرصها على تشجيع ودعم المزارع المصري في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، ولتعزيز أيضا منظومة الزراعة التعاقدية. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف التصدي لعدد من صور الجرائم المستحدثة التي تم رصدها، ومنها التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر، سواء حال ارتكاب مثل تلك الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل. وافق مجلس الوزراء أيضا على توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة سكاتك النرويجية والخاصة ببدء دراسات تنفيذ مشروع خط ربط كهربائي من مصر إلى أوروبا عبر إيطاليا، وذلك لتصدير قدرات كهربائية من الطاقة المتجددة تبلغ حوالي 3 جيجاوات. أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعلاقات التعاون بين مصر وشركة أباتشي العالمية على مدار السنوات الماضية، معربا عن تطلعه لزيادة حجم استثمارات وأعمال الشركة في مصر خلال الفترة المقبلة في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة بقطاع الطاقة. وخلال لقائه دافاتشي نائب رئيس شركة أباتشي العالمية لاستعراض استثمارات شركة أباتشي في مصر وكذا خططها المستقبلية، أكدت شي اعتزاز الشركة بأعمالها في مصر وإسهاماتها في زيادة حجم الطاقات الإنتاجية لمصر من البترول، ومضيفا أن الشركة تعمل في مصر منذ ما يقرب من 26 عاما بحجم استثمارات يفوق 20 مليار دولار، منها 2 مليار دولار استثمارات جديدة في العامين الأخيرين.
قال جهاد أزعور رئيس إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إن الحكومة المصرية أبدت جدية في تطبيق سعر صرف مرن، وهو ما أكدته السلطة النقدية المتمثلة في البنك المركزي، كما أبدت جديتها في توسيع مساحة الاستثمار للقطاع الخاص. أضاف أزعور أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل التحضير للمراجعة الأولى لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي، وذلك منذ اجتماعات الربيع الشهر الماضي، مشيرا إلى أن هدف برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي هو حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية. وهنا تبرز أهمية مرونة سعر الصرف وتخفيض مستويات التضخم المرتفعة، وهي أساسية لحماية القوة الشرائية للمواطن وكذا حماية الاستقرار للاقتصاد. تواصل المعابر المصرية أرقين وقسطل استقبال المواطنين ورعاية الدول الأخرى القادمين من السودان. واستقبل معبر أرقين العديد من المواطنين التابعين لعدة دول في ظل استمرار الاستعدادات المصرية المكثفة وتكثيف تواجد الفرق الطبية التابعة للهلال الأحمر المصري والإسعاف. أعلن الجيش السوداني موافقته على مبادرة منظمة الإيجاد بتمديد الهدنة الحالية لمدة أسبوع، كما أبدت القوات المسلحة السودانية موافقتها على تسمية ممثل من كل جانب لتبحث حول الهدنة مع الآلية رفيعة المستوى المكونة من رؤساء جنوب السودان وكينيا وجيبوتي، على أن يجري هذا الحوار في أي دولة يتم التوافق عليها مع الآلية، مشيرا إلى أن تلك الموافقة تأتي انطلاقا من مبدأ الحلول الإفريقية لقضايا القارة، وكذا مراعاة للجوانب الإنسانية للمواطنين، معربا في الوقت نفسه عن أمله في أن يلتزم المتمردون بمتطلبات الهدنة المقترحة. يأتي هذا بينما أعلنت القوات المسلحة السودانية أن ميليشيا الدعم السريع لم تلتزم بالهدنة المعلنة، واستمرت في الخروقات المعتادة والتي تتمثل في القصف العشوائي لبعض المواقع وما حولها من مناطق سكنية، وأعمال تخريب المنشآت الحيوية ونهب ممتلكات المواطنين والمحلات التجارية والبنوك، وكذا القيام ببعض التحركات العسكرية. أعلنت الأمم المتحدة تعرض 6 شاحنات تنقل مساعدات غذائية إلى مدينة دارفور السودانية إلى النهب. يأتي هذا بينما دفعت الاشتباكات في السودان إلى أكثر من 100,000 شخص إلى اللجوء للدول المجاورة، في تطور دفع إلى التحذير من كارثة محتملة. مع استمرار التوتر في السودان، أعربت الأمم المتحدة عن أسفها لإخفاقها في وقف العنف رغم الهدنة المعلنة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد أن الأمم المتحدة فوجئت بانفجار أعمال العنف في السودان، معرباً عن أسفه لاستمراره. تصريحات غوتيريش جاءت بالتزامن مع زيارة لمفوض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث إلى السودان، بعد إعلان جنوب السودان أن طرفي النزاع وافقا من حيث المبدأ على هدنة لمدة 7 أيام، حيث يعمل جريفيث على الحصول على ضمانات لتوفير ممر آمن لتوصيل المساعدات الإنسانية بعد تعرض 6 شاحنات محملة بالإمدادات الإنسانية للنهب، ومع سقوط أكثر من 500 قتيل وما يقرب من 5,000 مصاب وفقاً للصحة السودانية. ودفعت الاشتباكات في السودان أكثر من 100,000 آخرين على اللجوء إلى الدول المجاورة، في تطور دفع إلى التحذير من كارثة إنسانية قد تطال تداعياتها المنطقة بأسرها.
ووفقاً لمنظمة الهجرة الدولية، تسببت الاشتباكات في نزوح نحو 450 ألف مدني، فيما لجأ أكثر من 115 ألفاً منهم إلى دول مجاورة. أعمال العنف والاشتباكات تزامنت أيضاً مع اتهام الجيش السوداني لميليشيا الدعم السريع بالقيام بأعمال نهب للمساعدات ومواد الإغاثة اللازمة للمستشفيات التي أعلن العديد منها تعليق أعماله في العاصمة. أعلنت روسيا فتح تحقيق في عمل إرهابي بعدما أفادت موسكو أنها أسقطت مسيرتين استهدفتا مقر الرئيس فلاديمير بوتين، متهمة أوكرانيا بمحاولة اغتياله. قالت لجنة التحقيق في روسيا المكلفة بالتحقيق في الجرائم الأكثر خطورة في بيان أنها فتحت تحقيقا جنائيا في إرهاب على صلة بمحاولة قصف مقر الرئيس الروسي في الكرملين. وفي المقابل نفى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن تكون لدى أوكرانيا أي صلة بحادث الهجوم على مقر الرئاسة الروسية الكرملين، وذلك في الوقت الذي طالب فيه كبار المسؤولين الروس بمحاسبة كييف على هذا الهجوم. هجوم ليلي بطائرتين مسيرتين على مبنى الرئاسة الروسية الكرملين أحبطه الجيش الروسي، فيما اتهمت موسكو على الفور أوكرانيا بتنفيذ الهجوم التي نفت بدورها أن تكون لها أي صلة بهذا الحادث. المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أكد أن الهجوم لم يتمكن من تحقيق أهدافه بإصابة الرئيس الروسي بأذى، حيث أنه لم يكن متواجداً في الكرملين، مؤكداً أنه مارس عمله كالمعتاد دون أي تغيير. وقال بيسكوف إن الدفاعات الروسية عطلت الطائرتين المسيرتين اللتين استخدمتا في الهجوم على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، معلنا احتفاظ موسكو بحق الرد على هذا الهجوم، ما يؤشر بتصعيد خطير في الأزمة الروسية الأوكرانية. وعلى الفور اشتعل الغضب في الأوساط السياسية الروسية، وطالب رئيس مجلس الدوما الروسي باستخدام الأسلحة القادرة على ردع النظام في أوكرانيا وتدميره، مؤكداً في الوقت نفسه استحالة التفاوض مستقبلاً مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد هذا الهجوم. كما اعتبر رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أن الهجوم على الكرملين لا يدع أمام روسيا خياراً سوى القضاء على الرئيس الأوكراني وأعوانه بحد قوله. وفي أول رد على الهجوم الذي نسب إلى بلاده، نفى زيلينسكي أن تكون لدى أوكرانيا أي صلة بهذا الحادث، مؤكداً أن نطاق المعارك التي يقوم بها جيش بلاده لا تتعدى الأراضي الأوكرانية. وأضاف زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي في فنلندا أن أوكرانيا ليست لديها الأسلحة الكافية لشن مثل هذا الهجوم، لافتاً إلى أن الملاحقة الوحيدة التي تقوم بها كييف بحق الرئيس الروسي هي الملاحقات القضائية والجنائية أمام المحاكم الدولية. وتم رصد أول طائرة مسيرة فوق الكرملين في أولى ساعات صباح الأربعاء، وانفجرت فوق قصر مجلس الشيوخ واندلع حريق على سطحه. وبعدها بنحو 20 دقيقة وقع هجوم الطائرة المسيرة الثانية وسقط حطامها على أراضي الكرملين دون تسجيل أي إصابات.
إذن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت يواصل فيه مسؤولو السياسة النقدية التركيز على أرقام التضخم وأزمة المصارف وكذا مخاوف النمو في الاقتصاد الأمريكي. مع هذا الرفع الجديد الذي يعتبر الثالث على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس منذ بداية فبراير، يصل سعر الفائدة القياسي إلى نطاق من 5% إلى 5.25%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية. مشاهدينا، ختام نشرة السابعة، وهذه تذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يوجه تحية لكل المشاركين في الحوار الوطني ويدعو لبذل الجهود لتحليل المشكلات وإيجاد الحلول. الرئيس السيسي يؤكد بذل مصر أقصى الجهد لدفع مسار الحوار السياسي السلمي في السودان الشقيق ووقف إطلاق النار. والجيش السوداني يعلن موافقته تمديد الهدنة الحالية لمدة أسبوع ويسجل خراقات جديدة للهدنة لميليشيا الدعم السريع. ولمزيد من الأخبار مشاهدينا الكرام، يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. كنت معكم في هذه الساعة الإخبارية، أنا رغدة بكر، وتحياتي إلى اللقاء.